أهلا بكم ضمن جولة في أهم الصحف الوطنية. البداية مع يومية الصباح التي نشرت اليوم خبر تحت عنوان اعتقال ضابط هدد بتخريب موقع مديرية الأمن. وحسب الجريدة فالتهديد شمل أيضا الموقع الإلكتروني لوزارة العدل والحريات، والمتهم الموقوف تأديبيا سبق أن عرض كليتو للبيع. نشرات المساء في عددها لهذا اليوم خبر بعنوان سابقة برلمانيون يطالبون بإغلاق الأمانة العامة للحكومة. ننتقل إلى صحيفة أخبار اليوم لنشرات ماذا لو بقي الحسن الثاني حيا إلى اليوم؟ هل كان المغرب سيكون أفضل أم أسوأ؟ وفي خبر آخر نشرت الجريدة أنه لأول مرة حكم قضائي ينصف معتقلا ضد النيابة العامة، وأكدت الجريدة أن المعتقل ظل لأكثر من سنة في حالة اعتقال احتياطي غير مبرر وحكم لفائدة 10 ملايين سنتيم. الأحداث المغربية نشرت في عدد هذا اليوم خبر العدالة والتنمية يصطف مع المعارضة في اتهام حكومة بن كيران بخرق الدستور، بحيث أكدت الصحيفان الحبيب الشوباني اللي كان قد اتهم رئيس مجلس النواب كريم غلاب كونه من كان وراء إيقاف مناقشة مقترح القانون التنظيمي للجان تقصي الحقائق، انقلب 180 درجة وقال إن الجهات الحكومة كان وفق الفصل 86 من الدستور وأنها ارتأت أن يبقى الاختصاص حصريا لديها لوضع مشاريع القوانين التنظيمية فيما أسماه المرحلة التأسيسية. كواليس لقاء بن كيران بأبيض في فيلا بأرقى أحياء البيضاء كان الخبر اللي تصدر صفحة الأولى من يومية الأخبار في عددها لهذا اليوم، بحيث قال بن كيران لأبيض حسب الجريدة شباط عطل العمل الحكومي وخيار الانتخابات السابقة لأوانها غيكون مر، فيما أجبه أبيض نحن معكم لما في مصلحة البلاد وحزبنا له تصور لحل الأزمة الاقتصادية. نهاية جولتنا لهذا اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.